لما باباك يسافر لازم يبقى ليك في حد في ظهرك. عمي كده اونلاين رايحين دلوقتي على الجامعه. النهارده هيبقى يوم حلو ان شاء الله، ونخلص الجامعه ونطلع على ايفنت حلو كده ان شاء الله. شكرا يا عم. النهارده هيبقى يوم حلو ان شاء الله. ضغط النيتي مريانه خلصت. شكله حلو. روح نغير نشرب حاجة. اوت اوف فوكس. لسه قدامنا ساعتين. الجو النهاردة حر جدا. مش عارف ايه. في ايفنت النهاردة شركة فيسبوك عاملاه. هم بيقولوا كذا يوم شغال. مجموعة في مجموعة في مجموعة في مجموعة. فالنهاردة انا رايح ان شاء الله وهقابل هناك فيوجر الشارع ان شاء الله برضو. ايه ده؟ شايفين ده؟ ايوه ده القفل. تعال نبص عليه. لزقته وركبت القفل. طبعا مركب. شايفين دي؟ عشان انا مش هعرف اتحكم بنزلة ده فوق وتحت. بحيث دايما ده بقى كده اهو يطلع كده ويطلع كده من غير ما انا ايه حركه فوق وتحت، عشان ده بيروح يمين وشمال. بس طبعا انا تقريبا خلاص خلصته. عملت سيرش كبير جدا على النت ازاي اتحكم بالبتاع ده. كل اللي باقي لي بس شويه كومبوننت. كومبوننت ايه يعني؟ كومبوننت بالعربي شويه معدات تقريبا اشتريها عشان اتحكم بيها. هحاول اشتريها النهارده بعد الايفنت، يعني اروح اشتريها ان شاء الله. وبكده ان شاء الله ده هيشتغل. وعايز برده اشغل دي اللمبه نفس الكلام. دي السلك دي برده هوصلها بدايره هعملها، بحيث برضو اقدر افتحها واقفلها بالموبايل مش بالزرار. انا مش عارف اقول الكلام ده ولا لا، بس انا فك اللي وصلت له في الاخر ان انا هعمل ابلكيشن على الموبايل. يبقى انا كل حاجه انا عايز اعملها اعملها احطها على الابلكيشن دي. احط مثلا القفل فاحط القفل، ازود اللمبه فاحط اللمبه، ازود مثلا المروحه، ازود اي حاجه وابدا اعدل على الابلكيشن ده بنفسي. بحس ان هو ايه يعني لما تعمل انت حاجه بنفسك احسن ما تجيب حاجه تعدل عليها. انشا انت حاجه بحيث انت دي تبقى انت تعرف تعدل عليها زي ما انت عايز، ان انت اللي عاملها مش واخدها من حد وتعدل عليها. طبعا انا بقول كده علشان في برامج كتير جدا على النت كل اللي انت هتعمله بس انت هتعدل شويه حاجات صغيره. بس انا قلت لا، انا عايز اعمل حاجه من الصفر تقريبا، من الصفر. تمام. نسكافيه بالعسل. واو. بما اننا رايحين فيسبوك فلازم نلبس ايه؟ احمر طبعا. ياه يلا عشان هنتأخر. ده بقى حلو عشان ايه الدنيا بره حر، وهضطر ايه احط الكاميرا في الشنطة عشان بهدلة المواصلات. ماشي. متأخر 10 دقايق عن الميعاد. لا هو باقي 10 دقايق عن الميعاد. نروح هناك في 10 دقايق. الدنيا زحمة جدا. مغلق مغلق. ايه دلوقتي؟ رد يا ابني. يا فجر يا شارع. ايه ده؟ ايه ده؟ ما صورتش الدخله ليه؟ ليه يا عمرو؟ ارجع تاني. 53 فلوج بالتليفون. ده شغل الحاجك ده نو. فلوجر الشاعر. الشارع. ونادر صح؟ ورز الاسانسير الصغير. يلا. ايه ده؟ عندنا كتير. ثلاث فلوجات بيتعملوا جامدين جدا. ام يلا. ام 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 تعال تعال. ندمت ان انا مش مكمل. ما عندكش حركه ليش؟ بس اصلا تكسر يا ابني البتاع يا ابني. اوف اصورها مش ما تصغرناش. المراية نظيفة جدا، بحس تحس ان هي عاملة بعد، تحس في ممر هنا اصلا. ايه رأيكم في الايفنت يا جماعة؟ الحمد لله الحمد لله. كنت بقول للنادر ان انت بيبقى فيه شويه باوندرز كده حطيتها لنفسك، حدود ما ينفعش تخلى عنها. هو الايفنت فيسبوك اختارتنا
اختارت مجموعه من الناس المؤثرين في مصر والحمد لله اختاروني واحد منهم ايفنت ظريف بس ده مش جوي خالص على فكره بتاع ده مش همسكه واتصور بيه ليه ليه كان عمرو الشريف لا ماليش خالص كل واحد فينا عنده كاركتر وروح بتطلع في الفلوج عشان كده الناس هتشوف الفتره الجايه على القناه بتاعتك حاجات مختلفه جدا يعني انت تصور نفس الايفنت وانا بصور نفس الايفنت بس هيطلع ثانيه خالص بس الاثنين هيطلعوا ديفرنت كويس بقول لك ايه جدا انا جعان ده جعان جاي على الغدا لقيت شويه شيبسي على شويه ميه معدنيه يا جماعه ما ينفعش احنا مش جايين فرح في المروتيا ده ايفنت فيسبوك تقعد تفضحنا هنا هنفلوج هنا روح كده الحاجة ايه رأيه في اللي حصل النهاردة بمين يعني الأكبر سنًا ولا على دقمة ولا على دقمة مبسوط ان حد شاف الكونتنت بتاعك وقال لك احترم الكونتنت ده وممكن تيجي فيسبوك طبعا فيسبوك اداك الشرف ان انت تيجي مثلا ايفنت ان انت من احسن مبدعين محتوى المؤثرين فهي دي احسن ما في الموضوع يعني احنا تقريبا جينا هنا مفيش اكل هو بس ليه على كلامه ده توفيق من عند ربنا يعني انت مهما انت ممكن تعمل حاجات بالهبل في الاخر مفيش توفيق انت ممكن تنحى شويه حد اجد كده وربنا يوفقك فيها جامد انا شايف ان ده توفيق من عند ربنا اولا واخيرا الحمد لله انتوا عارفين نادر انا الصراحه ما كنتش اعرفه يعني الصراحه هو بيعمل فيديوهات كوميدي وحاليا بيعمل هيعمل فلوجات حلوه انا بس عندي تعليق على النوع اللي هو بيعمله انا يعني طبعا انا ما بحبش الفيديوهات دي ماشي فيديوهات الكوميدي الفيديوهات اللي بتبقى بالطريقه دي بتاع الستايل بتاع مش عايز اسمي ناس بس يعني بص هو الستايل ده ما بحبوش هو عنده حته بص هقول لك على حاجه انتوا مثلا بتعملوا فلوج تمام هو نفس الفيديو بس كل واحد ليه تاثيره كل واحد ليه كاركتر بيظهر بيه قدام الكاميرا في الكوميدي برضو كل واحد بيبقى ليه ميزه وعيب ويعتبر احنا كلنا شبه بعض في الفيديوهات بس الاحسن اللي بيطور يعني انا بدات في فلوج يعني انا كان اصلا حلمي ان انا اعمل فلوج مش اعمل فيديو كوميدي انا يعني كونت بدات بالكوميدي انا قصدي ايه في فيديوهات كتير جدا ممكن تعملها تلاقيها كوميدي بس لا انا عايز الكوميدي الهادف هو في حاجه دي في حاجه يعني انت ممكن تعمل ناس ممكن ناس تعمل ممكن تعمل 50 فيديو 10 منهم هتفيد كوميديين بس هتفيد و40 بس بضحك طب انا في الاخر وبضحك ليه ممكن كمان يتخيل جواها اسفاف احيانا مش انت كمان بتتكلم على النوع ده من هو رايك جميل جدا بس انا اقول لك بشوف ناس كتير جدا صحابي بيعملوا فيديوهات هادفه بغرض الشير انها بتجيب شير اعلى واحترام من الناس تمام انا بحضر لفيديو عن الدجل الفيديو ده هادف بس هتعمل زي نظام فيلم قصير هشرح فيه يعني ايه دجل اللي هو اصلا مش موجود ده هعمله لسه ده هعمله لسه ده تمام فشوفوه ده بقى وقت ما اعمل جد انا عايزه مفيد يبقى هادف يبقى فعلا فيديو تحفه مش حاجه مفيده الا لو انا فعلا هقدمها بشكل كويس اصل انت معلش انت عندك عبدالله وانت الاف من الصفح على الفيسبوك بتقدم محتوى ديني وراقي ومفيد كتير بس للي يدور بس احنا مش محتوى ديني صح انا مفيد عايز اقول كده عايز اقول حاجه العلم موجود بس احنا ما بندورش احنا ما بندورش فعلا انا طلعت مره اتكلمت عن الجواز الفرح المصري اللي هو يعني ده مش فرح اسلامي اصلا اتكلمت بصيغه ايه يعني كنت بهزر مع الناس فوصلت لهم المعلومه بشكل كوميدي برضو يعني وانا بتكلم فالناس اللي احترمت الرأي جدا رغم انهم لو راجعوا الدين وراجعوا اللي بيعملوا دعوة للإسلام الدعاء هيلاقوا انه قايلين الكلام ده 100 مليون مرة بس محدش بيقرأ بس محدش بيشوف تعالى بس تعالى خد ما كده عشان ناخد الصوت بالغلوب لا 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 خلص عليك بس ممكن طلع بص ممكن يكون رايح بجزء كبير قوي ابتدائي التعصب اسمك فارس فارس شادي انت عارفني والله ده عارفني فرحان جدا سلم عليا بقى ناس كده بتسالني هات بص بتعمل ازاي فارس انا مبسوط جدا عمرو شريف انا مبسوط جدا بيك فارس يا جماعه انا تقريبا اصغر واحد شوفه بيعمل فيديو عنده 10 مبدع في مصر عنده 10 سنين وبيعمل فيديوهات ما شاء الله وبيمنتج لوحده وهو اللي بيظبطه تكتب انت تكتب برضه انا اللي بالف الفكر وبرضه انا اللي بعمل الحوار ده لا 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 لا
لا ممكن على فكره ده يسكت اي حد, يسكت اي حد على فكره, اي حد مش عايز يشتغل او حد متحجج ربنا بيحاول يحل حاجه احسن لنا بكتير. انت عندك حاجات كتير جدا مش ناس كتير. 53 فلوج بالتليفون ده شغل الحاجة ده نوع تعمل المونتاج ازاي؟ البرامج كده بالايباد مش معاك عندكش لا مش كمبيوتر لا انا عندي لابتوب انا بستخدمه لما يكون في مثلا تاثيرات زي ولا حلو كل برنامج اسمه ادوب افتر افكت طبعا بقول ده مع طعم طبعا ليك منتو ازاي وان شاء الله هبقى انشر فيديو على قناتي واقول لكم ايه انهي البرامج اللي بستخدمها على الكمبيوتر وعلى ايباد. فارس هو اللي بيقلب بتاع الفيديو, هو اللي بيقلب الفكره. انتوا متخيلين يعني ايه ابقى فاتح واي فاي من فيسبوك؟ حاجه جميله جدا والله. يعني انا مش متخيل, مش متخيل ان انا افتح مش طبيعي النظام فلوجينج وحاجات زي كده. حلوه دي يعني بنت اللذينه اللي هي الفليب سكرين صح؟ ايوه كانون جي 7 اكس. انا طلع عيني عليها علشان اجيب لها حاجه شبه انت بتسجلني. انا طلع عيني علشان اجيب كاميرا زي دي اللي هي كانون جي 7 اكس ما لقيتهاش, وجبت سوني الفا 5. حلو حلو قوي طبعا. حلو جدا. يا بس ما فيهاش الاوضه. احب جدا اي حد يستفيد مني. اكتب النمر طبعا تسجل الكلام هتلاقي هيغير رقم بكره. خلي بالك ده سلاح ذو حدين لحاجه, لان الرقم ممكن ينتشر جدا. فلو انت يعني اللي حصل منطقي بالنسبه لتوقعاتك تلاقي ناس كتير قوي كلمتك, فيبقى الموضوع مزعج وتتضايق وتغير النمره زي ما انت عارف. عارف ايه الاسوأ بقى؟ في اسوأ؟ في حاجه اسوأ من كده مليون مره, ان محدش كلمك خالص فتكتشف انك مالكش تقيل اصلا. انا مين؟ انت نمرتك اتنشرت ومحدش خبرك. طب والله اليوم طلع لي لازمه يا جماعه, وقابلنا ناس جامده هو والله وحاجات زي كده. انا اول مره اعرف ان حضرتك شفت لي كام فيديو. شفت يا معلم, شفت الفيديو بتاع المشروع بتاعك وشفت اللي بعده بجد, وعجبني جدا الفيديو بتاع المشروع لغايه اخر اليوم لما رحت الحازم في استبرق وفرحت غيرت جدا. تقليل يا ابني, احنا الاصل يا ابني. انت الاصل. بس عايز اقول لكم يا جماعه انا بحب وصيه جدا والله العظيم, وانا بحبك في الله حبيبي. ربنا يخليك. قول لي اعمل ايه؟ عايز تعمل ايه بالظبط؟ انزل. استنى كده يا ابني, الكاميرا بتاعتك الصوره بتاعتي احلى من بتاعتي ليه؟ مش بقول لك انا اصلي يا ابني متضايق قوي. قول لي اعمل ايه؟ انا دلوقتي انزل الفلوج ده ولا استنى اصور بكره وانزل؟ انت صورته من الصبح؟ طول اليوم؟ هو ده اصلا الفلوج ده هيبقى طويل قوي. خلاص سيناريو. خلاص بس اقفل ده كده بقى, بكره جايين واحد تاني. طيب انا هعمل كده برضه, ده فلوج بكره بقى فيه بقى بيج ايفنت. طيب بقى ممكن نعمل جايب كده. فيسبوك ادتنا حاجه بابا. هو ايه اهو اهو بص اهو. استنى طيب تاني اهو. كده خلصنا الحمد لله, مروحين. منظر فاجر هناك, منظر فاجر ما شاء الله. النيل واو ما شاء الله. خلاص كده كفايه, بكره ان شاء الله يوم كويس نصور ويبقى حاجه جامده. تحب تقول حاجه؟ كفايه ان شاء الله بكره يبقى يوم جميل جدا.